على كاستيليو موعد نزيد نعطيكم موعد رفع التحدي. إذن السيد أبساد أن يضرب موعد. نتحدث عن البرنامج الآن. كان في البرنامج لقاء مع إيرلندا يوم 28 ماي ومقابلة يوم 4 بالجزائر 4 جوان بالجزائر قبل التنقل إلى جنوب إفريقيا مع الإمارات العربية المتحدة. لكن هناك حديث عن هذه المقابلة، هل تؤكد بأن هذه المقابلة لن تكون في الجزائر؟ هذا مثلا مش عشنا يعني. اولا اشكر كثير المسؤولين تاع الفندق، يعني داروا اكثر يعني الاستقبال مره اخرى، مشكورين. واشكر خاصه وزير الدفاع لي اسمع، ولكن المشكل مش في الفندق، المشكل في المحيط يعني. بكل صراحه ما نقدرش دوك شوف المنتخب، ها هو مشكل المنتخب الجزائري كبار بزاف والشعب مش فاهم. الناس كل تحب تصور، الناس كل تحب تتمس اللاعبين. سكيفي اون بو با، ما نجموش نركزوا تركيز المباراه. اثرت على مقابله صربيا هذا الشيطان. انا قلت لك انا ما ركزتش، انا درت اخطاء لان من ضغوطات كثيره. الناس كل تليفوني اعطيني تذكيره، اعطيني هذاك، وين احنا؟ انا عندي ماشينا باش نخرج انا التذاكر تاع انا مدرب اصاحبي. انا العائله تاعي كل شيء قلت له ما كان والو، ما عنديش. درك الناس ما تفهمش وياثروا عليك في الخارج. ما عندناش المشكل هذا للاسف. زيد حتى التدريب ما عندناش منشات. هكش انت الملعب تاع الارضيه سيئه. لعب صربيا قد قدموا قرار رسمي في الأرضية. الإمارات تجيب يضحكوا علينا الناس. طيب إذا رسميا مقابلة الإمارات ألغيت. شوف مش ألغيت، تلعب في بلاد آخر، تلعب في ممكن. هذا لن تكون في الجزائر. هذا اللي اتفقناها ومشيا مع رئيس الاتحادية، رانا رايحين نلقاو حل. قال لي خذ وقتك، وراني عدلت البرنامج ونعدل البرنامج باش نشتغلوا كيما لازم الحال باش نروحوا لكاس العالم. فقط المهم نلعبوا مباراه ثانيه ضد ان شاء الله ايرلندا، واحده ضد ايرلندا واخرى الثانيه مع الامارات. لان اتفقنا معاهم ما نجمش احنا ولكن في مكان اخر. هذا مكان مكان ثاني. طيب ماذا في البرنامج ايضا من الان الى غايه نهائيه كاس العالم؟ ومتى يتم الاعلان رسميا على قائمه اللي يشاركوا في كاس العالم؟ كاس العالم اخر شهر مي، يعني حسب القانون تاع الفيفا. لازم اللائحه تكون موجوده في وقت يدخل الفريق في تربص. تربص راني هي المفروض درناها ما بين 17 و20 ماي. راني نشتغل هذه الايامات باش نحدوا بصفه نهائيه، لان درناها من قبل. درنا تولي ميكرو سيكل سيكل، انا بدينا نشتغلوا. علاش قلت لك درك عندنا شهرين ونص؟ درك احنا بدينا في العمل مباشر تاع التخطيط تاع النظام. نظام خلصنا يعني الاتحاديه خلصنا المره الاخيره لما مشينا لجنوب افريقيا في السيمينار هذاك، وزدنا رحنا شفنا المركز الرئيسي اللي راح يكون فيه المنتخب الجزائري. ودوك البرنامج التقني كذلك انا قدمته لرئيس الاتحاديه، شافوا دونك شافوا باش يوفر كل الامكانيات بدون تدخل. درك فيه تغيير، راني قلت لك هذا خفيف، راح نزيد. زدت تكلمت مع اللاعبين في المعسكر، تكلمت لان كان يخرين ينتهيوا الموسم في 8 ماي، كان يخرين ينتهيوا في 14 و15 ماي. دوك حسب البطولات الوطنيه نتاعهم، كان الجزائر لهنا من لي ماتش روتارا والحراش ما لعبوش مع هذاك. زيد علاش عنده الحق رئيس الرابطه؟ لان من بعد احنا ما نستناوش الناس هذوك في الاخير، نديو اللاعبين اللي كاينين في, 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 في الانديه هذه، وما ننتظروش احنا مهما يلعب نهايه كاس. الاولويه للفريق الوطني لكل الجزائري. دونك احنا رانا جاهزين ورانا نزيدو نعزو، رانا داخلين في لي ديتاي تاع التحضير. يخليونا برك، يخليونا نركزو ويخليونا مرتاحين. والخبراء هذوك يتكلموا على روحهم، فهمت؟ الخبراء والكلام في كاس العالم. نعم، مش كلام في كاس العالم. اذا يؤكد السيد رباح سعدان ويضرب الموعد. نذكر اذا تغييرات بالجمله تقريبا راح تكون في المنتخب الوطني لاحقا، تمس خاصه لاعبين محليين يغادرون المنتخب، معاينه لاعبين جدد والجديد كما قلت. اذا بالنسبه لتحضير المنتخب الوطني البيوشي مثل مصطفى كويسي، انت اقتنعت مصطفى؟ لا اقتنعت.
لا كل هذا راه واضح يعني من كلام كيف تقتنع مصطفى ولا انت؟ احنا ماشي نديروا هذا قلت لك هذا لان مهم، هذا يعطيك مقياس حقيقي علمي لاعب يوصل في اخر موسم يقيمه ويقول لك هذا جاهز او بدنيا خاصه في الامكانيات جاهز ولا مو يعني بطريقه علميه. لا سؤال اخر يا سيدي، نقول اسمع لي غران زيكيب في العالم اي كومبري فرنسا عندهم واحد. نعم، مقابله ايرلندا تبقى يوم 28 ماي بدوبلان، مقابله الامارات العربيه لن تكون في المتحده العربيه، لن تكون في الجزائر، تغير الى مكان اخر، ماذا تريد ان تقول مصطفى؟ لا حبيت سؤال لان فوتنا شويه بما انه تكلم على معظم اللاعبين، فيما يخص حارس المرمى سي رابح نظن راه كاين اشكال، نظن راه اشكال وخاصه بعقوبه شوشي، كيفاش راح يعني رايك في هذا؟ انا نظن بلي بون اولا دونك عندنا قواوي، انا متاكد بلي درك علاش احنا زربنا باش يرجع الفورمات تاعو، مهما درك نزيدو نديرو له منافسه وراه، دونك الباب يبقى مفتوح لشاوشي زيادا، عندنا سيدريك وسيدريك في الفريق، يعني هادو اثنين اللي وراه، وعندنا ثاني رانا درنا هاو ميكايل فابر هذا تاع كلارمون فيرون ثاني كذلك ممكن يصدق ثاني، هذا كل درك عندنا واحد، اذا الباب راه مفتوح، ست حراس نتمنى ان شاء الله يكونوا في المستوى. شاوشي اذا كان امتدت العقوبه لمنافسات كاس العالم هل راح تحتفظ به ام ما نقولكش درك؟ عيسى كي نوصلوا في نصف مية تلقى اللائحه يعني الشيطان. نعم الشهر نقول لك درك وممكن تصير له ما ادريش بعد شهر تصير له اصابه، واش نقول لك درك؟ ما تكلموش درك، نتكلموا احنا، انا ندير لائحه طويله كبيره حسب كل حراس. خلي لك كلمة أخيرة وباختصار شديد لهذا الشعب الجزائري اللي أصبح الآن كله حولك سيد رفسان. يا ودي غير يهني روحه وكون مرتاح، هذه مباراة ودية وفترة صعبة اللي ما مرينا عليها في هذا المعسكر، هذا دوخونا في المعسكر هذا، ما كناش جاهزين، هذه روزمون مباراة ودية، كون جات مباراة رسمية باش يديرونا على كل حال. شوف يخليونا ترونكيل ان شاء الله، شوف نفرحوهم ونزهوهم. نعم ان شاء الله المقابلة هذه والتربص هذا دوخونا. وهذا ما نتمناه. شكرا جزيل الشكر وعلى السبق الذي اعطيته على امواج القناة الأولى سيد رابح سعدان، كل التوفيق نتمناه لكم، نلقاكم بخير مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.